يوم النسان، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ اتمنى تكونوا بافضل حال وانتو قاعدين تشوفوا المقطع حق اليوم. بمقطع اليوم رح نتكلم عن قضية نوايوكي كانو، الشخص اللي حير اليابان لمدة 33 سنة والى يومكم هذا. تعد القضية هذه واحدة من اكثر القضايا المحيرة والمعقدة في تاريخ اليابان بكبرة. ايوه يا جماعة، فاذا انتم جوكم هذه النوع من القضايا فتابعوا المقطع لنهايته. لكن قبل ما نبدأ، لا تنسوا انكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي اول باول. والحين يلا نبدأ. في عام 1989 في اليابان، تحديدا قرية مياكوجي، يومي تانكا كانت تستعد لدوامها كمعلمة في مدرسة دولو الابتدائية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب جنازة الإمبراطور شوا اللي أقيمت في يوم 24 فبراير، وفي يوم 28 فبراير كانت نهاية العطلة وبداية الدوامات. فعلا توجهت يومي للمدرسة وداومت وعدت اليوم بشكل طبيعي جدا وعادي مثل أي يوم. وفي نهاية الدوام كانت الساعة حوالي 5 العصر إلى الساعة 6 المغرب. طلعت يومي من المدرسة وتوجهت لسكنها، لكن خلال طريقها اضطرت إنها تروح للحمام، فراحت لأقرب حمام أكرمكم الله. الحمامات وقتها كانت مثل الحمامات العربية بالضبط. فخلال قضاء حاجتها طالعت يومي لفتحة الحمام الداخلية، وإذا بتسألوني ليش طالعت، أنا بنفسي الصراحة ما أعرف ليش طالعت، يعني جد هو شيء غريب بس ما علينا. فلاحظت يومي إن في شيء داخل الفتحة، فيوم قربت عشان تشوف إيش هذا الشيء اللي داخل الفتحة اكتشفت إن في جزمة. طبعا يومي خافت وجدا، لكنها ما كانت متأكدة من الشيء اللي شافته، وقالت انه ممكن انا قاعدة اتوهم الشيء اللي شافته. فلذلك راحت لين غطى خزان الصرف الصحي وفتحته عشان تتأكد اذا كان الشيء اللي شافته صح او لا. ويوم فتحت غطى خزان الصرف الصحي شافت شيء ابشع بكثير من اللي شافته بالحمام، شافت رجول بشرية. أول ما شافت يومي هذا المنظر صرخت وبقوة، وبدون أي تفكير قررت أنها تتصل بالشرطة وتخبرهم بكل شيء شافته. جو الشرطة وبدأوا يفتشوا المكان بحثا عن الأدلة، والشيء اللي اكتشفوه وجود جسم شخص داخل خزان الصرف الصحي. ما كانوا يعرفوا مين هذا الشخص وكيف دخل لهذا المكان، لكن الشيء الوحيد اللي كانوا يعرفونه ومتأكدين منه إن من المستحيل يكون هذا الشخص حي إلى الآن. حاولوا أنهم يطلعوا الشخص من الداخل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لأن فتحة الخزان كانت حيل ضيقة وحيل صغيرة، فما كان في طريقة إلا أنهم يتصلوا برجال الإطفاء حتى يساعدوهم بحفر خزان الصرف الصحي بالكامل. وفعلا سووا هذا الشيء وحفروا خزان الصرف الصحي، واضطروا أنهم يقصوا فتحة الخزان عشان يقدروا يطلعونه. ويوم قصوا فتحة الخزان قدروا يشوفوا الشخص من الداخل. راح أحط لكم صورة توضح كيف شافوا الشخص من الداخل وكيف كانت وضعيته تماما. قالوا إنه ما كان لابس أي شيء من فوق، لكن كان معاه جاكيت مطوي بطريقة ضاغطة على صدره، يعني تقدروا تقولوا إنه كان حاضن الجاكيت. قالوا إن وجهه كان مواجه لفتحة الحمام الداخلية، وكانت جسمته بالقرب من رأسه، ورجوله كانت مواجهة لفتحة خزان الصرف الصحي. كانت في أسئلة كثيرة في بالهم، لكنهم اضطروا ينقلوا الشخص هذا للطب الشرعي عشان يتعرفون على هويته. فلذلك اضطروا انهم يغسلونه أكثر من مرتين حتى يقدروا يتعرفوا عليه. وبعد أبحاث اكتشفوا ان هذا الشخص هو نوايوكي كانو، وتوفى في يوم 26 فبراير بسبب انخفاض في درجة حرارة الجسم لأن الطقس وقتها كان حيل بارد.
نوايوكي كانو البالغ من العمر 26 سنة كان يشتغل في محل صيانة للطاقة النووية وعضو في نادي شباب القرية والمعروف بكونه نادي للأعمال الخيرية. مثل ما أنتم شايفين إن ما في أي شيء غريب حول نوايوكي، على العكس تماما، كان شخص حيل محبوب في القرية وسمعته حيل طيبة. زين، إيش الشيء اللي حصل لنوايوكي قبل وفاته؟ في يوم 24 فبراير نوايوكي كلم أبوه وقال له أنه رح يطلع برا البيت وأنه ما رح يتأخر، لكن في يومها نوايوكي ما رجع للبيت. ومن هنا نقدر نقول أن الأشياء الغريبة بدأت تحصل. حطوا في بالكم أن يوم 24 فبراير كان يوم جنازة الإمبراطور، بمعنى أن هذا يوم إجازة رسميا للكل. فإيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن جميع المحلات راح تكون مغلقة في وقتها، فوين راح نوايوكي في هذاك اليوم؟ أهل نوايوكي ما حطوا في بالهم وما انشغل بالهم لأنهم متعودين على ابنهم أنه يطلع ويتأخر، لكن متى بدأوا يقلقوا ويخافوا فعلا يوم مرت 3 أيام وما قدروا يوصلوا لابنهم بأي طريقة من الطرق؟ لذلك طلعوا وبدأوا يدوروا عليه ويسألوا كل أصدقائه وما كان في أي أثر لنوايوكي، وبعد بحث مطول قدروا يلاقوا سيارته في باركينج المزرعة. ويوم راحوا للسيارة عشان يشوفوا إذا مثلا هو مسوي حادث، إذا هو تارك دليل وراء أو أي حاجة، شافوا إن مفاتيح السيارة كانت في الداخل. معنى الكلام هذا أما أن نوايوكي هرب من السيارة أو كان برا السيارة وحصلت معاه حاجة منعته من أن يرجع. الموضوع يزداد غرابة أكثر وأكثر يوم تكتشف الشرطة مكان جزمة الثانية واللي تكون بعيدة عن محل جسم نوايوكي. شلون الجزمة الثانية بعيدة عن مكان نوايوكي؟ وإيش الشيء اللي يخلي نوايوكي يترك جسمته في يوم شديد البرودة؟ يعني ما رح يقدر يمشي حافي أبدا. هل هذا معناه أن يوم كان حي هرب من السيارة للمكان المتواجد فيه جزمة الثانية واضطر أنه يهرب للحمام لأنه صارت معاه حاجة؟ هل كان نوايوكي مطارد؟ المسافة ما بين المكانين تخلي الموضوع أكثر غرابة وأكثر تعقيد. الموضوع للحين حيل معقد وحيل غريب وفي أشياء كثيرة مو مفهومة، وأولها السبب اللي يخلي شخص يتواجد داخل خزان الصرف الصحي، والسبب الثاني كيف دخل للمكان هذا. لذلك خلونا نفصفص الموضوع حبة حبة وأبيكم تركزوا كويس معايا. فتحة الحمام الداخلية قطرها حوالي 8 بوصات وشكلها كان مثل حرف اليو. فتحة الخزان الخارجية قطرها كان حوالي 14 بوصة. فمن المنطقي نقول ان نوايوكي دخل من فتحة الخزان الخارجية كونها برا وكونها اوسع من فتحة الحمام الداخلية. لكن وين الشيء اللي يلخم يا جماعة؟ ان نوايوكي طوله 170 سنتيمتر وعرض اكتافه 16 بوصة، وكل اللي يعرفونه أكدوا أن بنية جسمه كانت صحية، يعني ما كان ضعيف عشان نحط فرضية أنه ممكن أنه هو ضعيف عشان كذا قدر يدخل. فإيش اللي قاعد يحصل؟ شلون قدر يدخل دام أن عرض أكتافها أكبر من القطر حق فتحة خزان الصرف الصحي؟ طبعا الشرطة لخموا بقوة و ما كانوا مستوعبين الأشياء اللي شافوها كيف وشلون، فقالوا خلونا نعيد تمثيل مسرح الجريمة على أساس نقدر نتوصل لفرضيات تساعدنا في حل القضية هذه. فحطوا فرضية أن دام نوايوكي كان معاه جاكيت فعلى الأغلب أنه خلع جاكيته ودخل بهذه الطريقة.
لكن يا عمي والله لو انه خلعه، والله لو انه علقه، والله لو انه ايش ما سوى، مستحيل يقدر يدخل. لا ننسى يا جماعة ان الطقس كان بارد حيل وقتها، وهو رح يدخل لمكان ضيق، فالبرودة رح تكون ضعف، فمستحيل يقدر يتحمل البرودة هذه، ونقول انه هو مثلا حيقدر يخلع الجاكيت. واذا افترضنا انه فعلا فعلا خلع الجاكيت، فايش السبب اللي حيخليه يطوي الجاكيت؟ ففي شيء مو منطقي ابدا. فدام اننا لخمنا وما عرفنا كيف ناويوكي دخل للخزان، لازم على الاقل نعرف سبب تواجده في مكان مثل هذا. طبعا طلعت كذا فرضيه، واول فرضيه كانت ان ناويوكي متواجد داخل الخزان عشان يختلس النظر على يومي. ناويوكي ويومي كانوا أصدقاء مقربين، ومن يوم 24 لـ 27 فبراير يومي كانت خارج القرية عشان تزور أقاربها. ولنفترض أن ناويوكي عنده نية سيئة تجاه يومي، فمو من المفروض يكون عارف هي وين رح تروح وين رح تجي وبأي وقت؟ حطوا في بالكم ان ناويوكي توفى في يوم 26 فبراير، واذا افترضنا انه موجود في الخزان من يوم 24 فبراير، فهل منطقي انه ظل يومين داخل الخزان وهو عارف ان يومي ما هي موجودة في السكن؟ وعلى الاكيد يعرف انه رح يضطر ينتظر يومين بعد عشان ترجع يومي لسكنها، فهل تشوفون شيء منطقي؟ لا تنسوا يا جماعة ان رجال الاطفاء والشرطة اضطروا حرفيا يكسروا الفتحة حقت الخزان ويحفروا الخزان بالكامل عشان يقدروا يطلعونه. فهل ناويوكي كان بالغباء اللي يخليه يدخل لمكان يعرف انه مستحيل يقدر يطلع منه؟ هل ناويوكي فعلا على استعداد انه يعرض حياته للخطر عشان يحقق رغبته الغريبة اللي تقدر تتحقق بطرق ثانية غير خطيرة ابدا؟ هل تشوفون فعلا شيء منطقي؟ واذا افترضنا انه فعلا غريب اطوار، فالاضاءة في الحمام كانت سيئة جدا، ودام انه داخل خزان الصرف الصحي فما رح يقدر يشوف اي شيء ابدا. فالنظرية أبدا مو منطقية، خصوصا أن ناويوكي معروف بسمعة الطيبة، وأغلب اللي يعرفونه قالوا أنهم ما لاحظوا أي تصرفات غريبة منه أو حسوا أن عنده ميول غريبة. إنسين دام أن الإضاءة ضعيفة، شلون قدرت يومي تشوف جزمة ناويوكي أكرمكم الله؟ وليش راحت وفتحت غطاء الخزان بدون ما تتصل على الشرطة؟ يعني فعليا ليش هي اللي راحت سوت هذا الشيء وما تركت الموضوع للشرطة؟ هل من الممكن تكون يومي هي الفاعلة؟ التفسير المنطقي للشيء اللي حصل هنا هو ان يومي زي اللي لاحظت الجزمة حقت ناويوكي، او شافت جزء من راس ناويوكي، لان زي ما قلت لكم ان الجزمة كانت قريبة من راس ناويوكي، فراحت للخزان عشان تتأكد ان الشيء اللي شافته صح، على اساس اذا اتصلت بالشرطة يكون الكلام صحيح، لان حسب ما انا اعرف اذا الشخص اتصل وهو مو متأكد وما طلع فيه شيء ممكن يتغرم، فهي ما كانت ودها تدخل بمشاكل، فراحت وتأكدت بنفسها وطلع الموضوع صحيح فعلا. لكن وين الشيء الغريب فعلا يا جماعة؟ احد رجال الاطفاء قال انه يتذكر ان فتحة الخزان الصرف الصحي كانت مكسورة من قبل شركة ثانية، فمين الشخص اللي طلب من شركة ثانية انهم يفتحوا او يكسروا فتحة الخزان؟ ربنا وحده اعلم. لكن سواء يوكي او ناويوكي دخل بفعل فاعل او لحالة، فمن المفترض انه يكون في اصابات قوية، لان زي ما ذكرت لكم ان عرض اكتاف ناويوكي كانت 16 بوصة، وعرض فتحة الخزان الخارجي كانت 14 بوصة. لكن الطب الشرعي اكد انه ما في اي اصابات قوية او اي علامات انه دخل بالقوة، كل اللي شافوه هي مجرد خدوش بسيطة على ركبته وعلى كوعه. متخيلين معايا يا جماعة؟ انتم مستوعبين معايا هنا ايش اللي قاعد يحصل؟ كمية اللخمة وكمية الاشياء اللي بتنقال حقيقي حقيقي غريب، شي غريب، شي ما Oh my God. يعني يا جماعة ما في اي علامة للحين تأكد ان يوكي دخل بفعل فاعل، ف
فإيش اللي قاعد يحصل؟ واحدة من الأشياء الغريبة فعلاً إن قبل شهر من وفاة نوايوكي حصل حادث في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، واللي هو المكان اللي يشتغل فيه نوايوكي. اللي حصل إن تم تسريب كمية كبيرة من الشظايا المعدنية، لكن هذا الشيء حصل بفعل فاعل، والشخص اللي سوى هذا الشيء هو زميل نوايوكي. وبعد فترة بسيطة من الحادث انتحر زميل نوايوكي. انزين ايش الرابط ما بين الحادث وما بين نوايوكي؟ يقال ان نوايوكي وزميله كانوا يعرفوا السر بخصوص الحادثة هذه، فاضطروا اصحاب المناصب العليا انهم يتخلصوا من نوايوكي وزميله بهذه الطريقة. بعد حاجة غريبة، ان قبل 10 ايام من وفاة نوايوكي كان في انتخابات لزعيم القرية، وبوقتها كان في حاجة اسمها شراء التصويتات. فنوايوكي اكتشف ان المرشح كان يشتري تصويتات حتى يصير زعيم القرية. فيوم عرف نوايوكي بهذا الشيء قرر انه ما يدعمه، لانه يؤمن بالعدالة وهذا الفعل ضد مبادئه. فبوقتها العامة كان لهم رأيين عن المحطات النووية. الرأي الأول يقول إن المحطات النووية تخلق فرص عمل أكثر للشباب وتحفز الاقتصاد الياباني، أما الرأي الثاني يقول إنها تضر بالبيئة وجدا. فكان في نقاش حاد بين الطرفين، والشخص الوحيد اللي قادر يحدد استمرارية المحطات النووية أو لا هو زعيم القرية. فطلعت إشاعة على نوايوكي إن كونه يشتغل في محطة نووية، فدخل بسياسات مشبوهة في الانتخابات حتى يخلي المحطات النووية تستمر. فكان عنده نية إنه يفضح المرشح بإنه يشتري تصويتات عشان يصير زعيم القرية، لكن المرشح تغدى فيه قبل ما نوايوكي يتعشى فيه يا للأسف. ففكرة ان نوايوكي توفى بعد الانتخابات خلت كثير من الناس يؤمنوا بالنظرية هذه، لكن في الاخير هذه كلها مجرد نظريات وما في اي ادلة تأكد صحتها. اكثر من 4000 شخص طلب من الشرطة انهم يفتحوا، او طلبوا حتى من الحكومة انهم يفتحوا القضية مرة ثانية ويعيدوا التحقيق فيها، لكن للأسف ان تم اغلاق القضية وما رح تنفتح ابدا بسبب قانون التقادم الياباني. مر 33 سنة وإلى يومكم هذا لم يتم حل القضية هذه، وتعد القضية هذه واحدة من أكثر القضايا المعقدة والمحيرة في اليابان. مين الفاعل وإيش الحقيقة المخفية؟ كل هذا لغز ومن الصعب أننا نكتشفه. إيوة يا جماعة، أظن أنه أنتوا الحين مخكم ملحوس، أظن أنه أنتوا الحين حرفياً يعني ما أنتوا مستوعبين إيش اللي قاعدين تسمعونا. والله يا جماعة أن حالي من حالكم، أقسم بالله العلي العظيم. أنا فهمتوا كيف وأنا قاعد أكتب نص المقطع اللي إيش؟ فهمتوا كيف اللي حرفياً قاعدة أقرأ ال- 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 التفاصيل من المصادر وأنا مصدومة. يعني تحسون كذا كل شيء ما هو مترابط. أنا في حاسة إن في أحجية مفقودة، فهمتوا كيف؟ في شيء ما هو منطقي، ما هو يعني تحسون إن الأحداث متباعدة عن بعض، ما هي مترابطة أبدا، صح ولا لا؟ أتمنى ما أكون الوحيدة اللي حاسة بهذا الشكل، لأن فعليا كل شيء أحسه مو مترابط مع بعضه. كل شيء كذا أحس إنه في حاجة مفقودة تخلينا نقدر نكتشف ترابط الأحداث هذه، لكن دام إن هذا الشيء اللي إحنا مو بعارفينه للحين ما حنعرف ترابط الأحداث هذه كيف وشلون. فالصدق يعني إن شلون وكيف شيء صدق ما ينفهم له، شيء صدق ماني عارف حقيقي. أنا يعني حاولت إن فهمتوا كيف مثلا أقول يمكن إنه صار كذا، يمكن إن أحد سوى كذا، بس يا جماعة الطب الشرعي يقول لكم إنه ما في أي علامات. يعني إذا كان في علامات إنه دخل بالإجبار فرح يبان، بس ما في شيء. طب شلون يعني حتى لو مو بفعل فاعل، حتى لو هو حيبان يعني لازم يكون تأذى ولو شوي، بس ما في شيء. يا جماعة كمية اللخمة أقسم بالله حاجة غريبة الصراحة. هذه القضية غريبة جدا غريبة حقيقي يعني.
والله العظيم ماني عارفة. أبيكم يا جماعة كذا تطلعوا الكونان اللي بجواكم وتكتبوا لي كل نظرياتكم تحت، كيف تتوقعوا نوا يوكي دخل لخزان الصرف الصحي؟ أبيكم كذا تطلعوا لي الأحجية المفقودة اللي أنا قاعدة أتكلم عنها. أبي كذا، فهمتوا كيف؟ جد تفكروا، لأن أنا صدق يا جماعة انعصر مخي وأنا أقول طب كيف إشلون، ما طلع معي أي تفسير منطقي للي قاعد يحصل. فجماعة من جد إذا عندكم كذا أي نظريات أي أفكار لا تترددوا اكتبوا تحت. وبس والله يا جماعة أتمنى يكون المقطع عجبكم ولخمكم بقد ما أنا لخمني، لأن الصراحة يعني جد 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 أحس كذا مصدومة للحين من التفاصيل اللي ما هي مفهومة أبدا. لذلك جايز إذا عجبكم المقطع لا تنسوا أنكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي أول بأول. وإذا حبيتوا المقطع بليز جايز لا تنسوا أنكم تحطوا اللايك وتنشروا المقطع هذا مع أصدقائكم مع أهلكم مع أي أحد، مرة رح أكون ممتنة جايز لو سويتوا هذا الشيء، لأن هذا الشيء حفزني أستمر في صناعة المحتوى. برضو جايز وأهم حاجة لا تنسوا تكتبوا لي تحت نظرياتكم وتحليلاتكم عن القضية هذه، شلون نوا يوكي دخل وإيش تحسوا الأحجية المفقودة في ترابط الأحداث كلها، اكتبوا لي تحت يا جماعة أبي أشوف الكونان اللي بداخلكم. برضو جايز لا تنسوا أنكم تسوفوا لي لحساباتي على السوشيال ميديا. وبس استودعتكم الله and I purple you. Bye.